نتكلم عن واحد جاب أعلى تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني وفي دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي وفي كأس العالم وفي أمم أوروبا، المرشح للكرة الذهبية 3 مرات. تخيل تكون لاعب من الطراز العالمي، موهوب وعبقري وصاحب طموح عالي، وتبدأ تحقق في حلمك تلعب في أكبر الأندية بين العمالقة، وتبدأ تكسر في الأرقام واحد ورا الثاني، وتمتع الجماهير في الملعب وخلف الشاشات، وتحقق كل البطولات اللي حلمت فيها في حياتك، حتى كأس العالم، فجأة ترمي كلمة وتهد كل اللي بنيته في لحظات. هل معقول هذا السبب ولا إحنا بس بنحب الدراما؟ بنحب نعلق مشاكلنا على هاي الشماعة، شماعة المؤامرة. اليوم حكي لكم فعلا مين السبب وراء سقوط أفضل صانع لعب في تاريخ البشرية، عازف الليل مسعود أوزيل. اللي متابعني من زمان بيعرف إني ما بجيب هاي المعلومات من جيبتي، وبيعرف قديش ببذل مجهود في كل موضوع بتكلم عنه. واللي مش متابعني من زمان كمل الفيديو وشوفه للنهاية، وإذا عجبك اضغط زر اللايك واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديو الجاي. ندخل في صلب الموضوع. هذا الإنسان في طبيعته هادي، بيشتغل بعقله في الملعب، بياخذ راحته في كل حركة، بتحس وكأنه الزمن عنده مختلف، دائما عنده وقت زيادة عنا، دائما عنده مساحة، ما بتخرج الكرة من قدمه إلا ويدق ناقوس الخطر، ويرتبك الخصم، ويستعد المهاجم، وتتفكك الدفاعات، وتتباعد الخطوط. ويبدأ المتابع والمشجع بالاندهاش ودخول في مرحلة الاستعداد للهدف. والله ما ببالغ يا أخوان ويا أخوات، هذا الإنسان هو متعة للعين البشرية ولكل متابع شغوف بكرة القدم ولكل عاشق للكرة الجميلة. اللي كان يعمله أوزيل على أرضية الملعب شيء ممتع لأبعد حد. تبعته من أيام مدريد وكرهت مدريد وحقدت عليهم بعد ما تخلوا عن لاعبين، دي ماريا ومسعود أوزيل. مش أنا لحالي، حتى رونالدو وعدد كبير من اللاعبين كانوا مستائين وغضبانين من القرار. تخيلوا أنه بنزيما هو أكثر واحد مرر تمريرات حاسمة لرونالدو ب 31 تمريرة حاسمة في 10 مواسم، أوزيل في 3 مواسم فقط مرر 27 تمريرة حاسمة لرونالدو في 3 مواسم. ولذلك رونالدو عشق هذا الإنسان بشكل رهيب، لدرجة أنه حكى في يوم من الأيام أنه مسعود أوزيل جعلني المهاجم الأفضل في العالم. فهل يعقل أنه صانع لعب بهذه النوعية ينحط على دكة البدلاء مع أرسنال؟ بل هل يعقل أنه الاتحاد الألماني حمله سبب خروجه من كأس العالم؟ طب نرجع شوي لورا وأحكي لكم ليش وصل لهذه المرحلة. بلا شك لكل لاعب في مراحل صعود وهبوط في مسيرته، ممكن بسبب الإصابات، ممكن بسبب مشاكل شخصية وعائلية، ممكن بسبب مشاكل داخل الفريق، وكل اللاعبين بتأثروا بهاي المواضيع من أكبرهم لأصغرهم. ولكن أوزيل للأسف من النوع اللي بتأثر في هذا الكلام والمشاكل أكثر من غيره، تقدر تحكي حساس نوعا ما، وللأسف إنه مركزه حساس برضه. فصانع اللعب بالذات لابد إنه ذهنه يكون صافي 100% ومركز كتير في المباراة، فمن السهل إنه بعض المشاكل تهزه وتأثر فيه. لحد هون أنتم يمكن شايفين إني بحاول أدور له على مخرج أو حجة. اصبر شوي. للأمانة قرأت تقارير كتير من عدة مصادر واكتشفت التالي، إنه يمكن كرة القدم بالنسبة لنا متعة ورياضة، ولكن بالنسبة للبعض الآخر اقتصاد وسياسة وسخة. لما أوزيل تصور مع أردوغان قامت الدنيا وما قعدت في ألمانيا، وجهوا له كلام عنصري وبغيض جدا، وأصبح أوزيل تركي مسلم، بالذات كمان لما تم إقصاء ألمانيا من كأس العالم 2018، صبوا عليه جام غضبهم. طب هو جاب لكم كأس العالم 2014، وصلكم النهائي في 2010. لا، هداك كان أوزيل الألماني، اللي في 2018 هذا غير، هذا مسعود أوزيل التركي المسلم. أنا ما بتكلم عن توجه الإعلاميين فقط، بل سياسيين ومسؤولين كبار في الدولة، سياسة وسخة. وبالتالي أوزيل فعلا ما تحمل وأعلن اعتزاله دوليا. نحط هذا الموضوع على جنب، نفتح موضوع أرسنال اللي انضم بصفقة قياسية في هذاك الوقت في الدوري الإنجليزي. المهم أوزيل بينزل بوست على السوشيال ميديا بيتكلم فيه عن انتهاكات الصين ضد الإيغور المسلمين. بتقوم الصين وبتتخذ موقف وتبدي استياءها وتلغي عرض مباراة أرسنال والسيتي من باب تأديب النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفعلا بيتأدب النادي وبيتبرأ من اللي عمله أوزيل وبيرفع إيده، ويبدأ أوزيل بالجلوس على الدكة. أنا واحد من المشجعين القدامى للأرسنال، ولكن والله حقدت على أرسنال حقد في هذاك الوقت. هتحكي لي يمكن نزل مستواه وإصاباته، ما حنختلف، ولكن بدي إياك تحط في بالك شغلة واحدة، إنه الصين هي أكثر دولة بتشتري حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي الخسائر اللي ممكن تتكبدها الأندية راح تكون مهولة بسبب لاعب واحد فقط. بالناقص هذا اللاعب أصلاً راتبه أعلى راتب في النادي. سياسة وسخة.
احنا بنتكلم عن افضل صانع لعب في تاريخ الدوري الانجليزي، نتكلم عن واحد جاب اعلى تمريرات حاسمه في الدوري الاسباني وفي دوري ابطال اوروبا وفي الدوري الاوروبي وفي كاس العالم وفي امم اوروبا، المرشح للكره الذهبيه 3 مرات وبطل العالم 2014، ثاني افضل لاعب في عدد التمريرات الحاسمه في التاريخ بعد ليونيل ميسي. متخيلين هذا اللاعب ايش عمل في حياته؟ ايش عمل لكرة القدم؟ هل تستحق ان تهدر بسبب كلمة؟ احنا شايفين كتير ناس بتكلموا، ناهيك عن انه شخصية رائعة داخل وخارج ارضية الملعب، غير كمية الاموال الرهيبة اللي بتبرع فيها للمحتاجين في كل دول العالم. ولكن الان بدي اسمع رأيكم انتو في هذا الموضوع، هل هو اخطأ ولا لا؟ ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم الحلقات الجاية. القاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.